كلنا يعلم أنه يوجد أعضاء في الجسم إذا مرضت فإنها تشفى بإذن الله، مثل الجروح والمغص وغيرها، فإنها تأخذ بعض الأيام وتشفى. لكن في المقابل يوجد أعضاء في الجسم إذا مرضت فلن تشفى، بمعنى أنها إن قلت كفاءتها التشغيلية فإنها لن تعود إلى سابق عهدها. وهنا الخطورة. في هذا الفيديو نتحدث عن عضو إذا انخفضت كفاءته إلى 90% فلن يعود إلى 100%، وإذا انخفضت إلى 80% لن تعود إلى 90%، وهكذا إلى أن تصل إلى الصفر، وهذا يعني فشل العضو. هذا العضو هو الكلى. كثير من المرضى لا يعلمون أن كفاءة الكلى تنخفض لديهم إلا إذا تفاقمت حالتهم وفوجئوا بالطبيب يخبرهم بأن لديهم فشل كلوي ولا بد من الغسيل. ليس هناك علاج يعود بالكلى إلى حالتها الطبيعية إلا الزراعة. وطالما أن الكلى لا تعود إلى حالتها الطبيعية، إذن ماذا نفعل؟ نحافظ على مستوى وظائف الكلى الحالي كي لا تسوء أكثر، بمعنى إذا كانت الكلى تعمل بنسبة 60%، إذن نحافظ على مستوى 60% لأنها بطبيعة الحال أفضل من 40، والأربعين أفضل من 20، وهكذا. كيف نحافظ على مستوى الكلى الحالي؟ هناك ممنوعات وهناك واجبات. أولاً الممنوعات: ممنوع تناول المسكنات القوية بصفة يومية ولفترة طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى فشل كلوي مؤكد. يمكنك أخذ المسكن فقط وقت اللزوم في حالات الصداع القوي أو ألم الأسنان. ممنوع شرب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ويجب التقليل منها. ممنوع التدخين بجميع أنواعه من سجائر وكحوليات وغيره. ثانياً الواجبات: يجب تنظيم الضغط والسكر والكوليسترول وأخذ العلاج بانتظام. يجب شرب الماء بكثرة. الكمية الكافية وطريقة حسابها هي أن تشرب مقدار كوب أو قارورة صغيرة سعة 300 ملي لكل 10 كيلو من وزنك. على سبيل المثال، إذا كان وزنك 70 كيلو فيجب شرب 7 أكواب يوميا. من الخطورة أن يصل جسمك إلى مرحلة العطش. كيف تعرف أنك تشرب ماء كافيا؟ انظر إلى البول. إذا كان لونه شفافاً أبيضاً فهذا جيد، وإذا كان أصفراً أو أصفراً غامقاً فأنت تحتاج إلى مزيد من شرب الماء على مدار اليوم. كذلك من الواجبات تناول الخضروات أو الفواكه بكثرة قبل الأكل وليس بعده. شرب الكثير من العصائر الطازجة. تناول اللوز والفستق والبندق والكاجو وجميع المكسرات لوجود عنصر النحاس المهم لعمل الكلى، لكن بدون ملح لمن لديهم ضغط. يجب التخفيف من البروتينات والبقوليات واللحوم لما تحتويه من الزنك الذي يطرد النحاس من الجسم المهم لعمل الكلى. قبل أخذ أي دواء انظر إلى النشرة الداخلية، هل يؤثر على الكلى أم لا؟ وإذا كان يؤثر استشر طبيبك أو ضاعف كمية الماء. أخيراً انتبه، فإن العديد من الأشخاص لا يعلمون أن الكلى ليس له علاج وأنه لا يعود كما كان إلا عندما يصاب بالفشل الكلوي. صحتنا أمانة فلنحافظ عليها.